السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. حصه اليوم ان شاء الله غنتعرفوا فيها على لي زابريفياسيون او الاختصارات. فاولا اون ابريفياسيون اي لا ريدكسيون دان مو ا كلكو لتر، يعني كنختصروا كلمه في بعض الحروف. اي لي جينيرالمون ايتوليزي بور غاني دو لسباس اي دو تون. فكنستعملوا لابريفياسيون باش كنختصروا الكلام، يعني عوض ما نقول واحد الكلمه اللي هي طويله كنختصرها في بعض الحروف. وايضا بالنسبه للكتابه فكنختصروا الوقت كنربحوا لسباس. ولابريفياسيون ايضا كتساعدنا باش كنختصروا الوقت في الكلام، يعني كنتكلموا بسرعه. فنمروا على بركه الله نتعرفوا على مجموعه من لي زابريفياسيون او الاختصارات. فمثلا بي هي اختصار كلمة باج، باج اللي كتعني صفحة. هنا باج اختصرناها في بي و كنضيف وحدها بوان، فهاد البوان كيتسمى بوان ابريفياتيف، بوان ابريفياتيف. ام فهي اختصار كلمة مسيو، مسيو اللي كتعني سيد. وما كنساوش لو بوان حدا ام، فكنقولوا باردون مسيو او عذرا سيدي. اس سي بوان هي اختصار سيونس، سيونس اللي كتعني علم. ان او هي اختصار كلمه نيميرو، نيميرو اللي كيعني رقم، وهنا او كنكتبوها صغيره في الفوق بحال هكا. ان او فهي اختصار كلمه numéro. EX point هي اختصار كلمة example، example يعني كناخدو غير هاد المقطع الأول من الكلمة. EX point example اللي كتعني مثال. تل هي اختصار كلمة تليفون، تليفون اللي كيعني هاتف. فتليفون كلمة طويلة كنختصروها في تل. لابو هي اختصار لابوغاتوار، لابوغاتوار اللي كيعني مختبر. لابو لابوغاتوار. سيني هي اختصار سينما، سينما كنختصروها في سيني. ادر بوان هي اختصار كلمة ادغيس، ادغيس اللي كتعني عنوان. ا دو بي بوان هي اختصار كلمة أبارتمون. فكيف كتلاحظوا كلمة أبارتمون طويلة نوعا ما، فكنختصروها في أب اللي هي اختصار أبارتمون أو شقة. أبارتمون هي شقة، أن أبارتمون كتعني شقة. غوف بوان هي اختصار كلمة غوفرنمون، غوفرنمون اللي كتعني حكومة. أن غوفرنمون هي حكومة. سيفي، سيفي هي اختصار كلمة كوريكولوم فيتي، كوريكولوم فيتي. فكيف كتلاحظوا كوريكولوم فيتي هي كلمة طويلة اللي كنختصروها في سيفي، وسيفي راه معروف هو سيرة ذاتية. كوريكولوم فيتي كنختصروها في سيفي. ديكو، ديكو هي اختصار كلمة ديكوراسيون، ديكوراسيون. بوس، بوس هي اختصار كلمة أوتوبوس، أوتوبوس اللي كتعني حافلة. فأوتوبوس كنختصروها بوس، كيف قلت كتعني حافلة. دير هي اختصار كلمة دكتور، فشخص اللي حاصل على دكتورة في مجال معين فكيتسمى دكتور. وبالنسبة للميدسين فدكتور كيعني ميدسان، يعني طبيب. فريغو، فريغو هي اختصار كلمة ريفريجيراتور، ريفريجيراتور فكنختصروها وكنقولو فريغو، ريفريجيراتور اللي كتعني ثلاجة. او تي سي بوان هي اختصار كلمة اتسيتيرا، اتسيتيرا اللي كتعني الى اخره. ففي اخر بعض الجمل كنلقاو او تي سي اللي كتعني اتسيتيرا او الى اخره، والى اخره بدورها كنختصروها في هاد الحروف. ماكس هي اختصار كلمة ماكسيموم،
ماكسيموم اللي كتعني الحد الأقصى. ماكسيموم كنختصروها في ماكس، فلو ماكسيموم كنختصروها وكنقولو ماكس. مين هي اختصار كلمة مينيموم. مينيموم يعني الحد الأدنى، فقلنا لو ماكس يعني الماكسيموم هي الحد الأقصى، ولو مين أو المينيموم هي الحد الأدنى. فمين هي اختصار كلمة مينيموم. ريستو هي اختصار كلمة ريستوران. ريستوران أو مطعم، فريستوران كنختصرها وكنقولو ريستو. ميتيو هي اختصار كلمة ميتيورولوجي. ميتيورولوجي كنختصرها وكنقولو ميتيو اللي كتعني الأرصاد الجوية أو علم الأرصاد الجوية. جيو، فجيو هي اختصار كلمة جيوغرافي. جيوغرافي اللي كتعني الجغرافيا، فجيوغرافي كنختصرها في جيو. دوزيام او هي اختصار كلمة مدام. مدام كتعني سيدة، فيا اما كنكتبوها على هذا الشكل يعني ام ماجوسكول ام مينوسكول او، او على هذا الشكل يعني كتكون ام ماجوسكول و ام مينوسكول او كيكونوا في الاعلى وكنكتبوهم بكتابة صغيرة، كتعني مدام او سيدة. بالنسبة لام دوزيل او كتعني يختصر عفوا كلمة مادموزيل اللي هي انيسة، واختصار مادموزيل في اما كنكتبو ام ماجوسكول دوزيل او، او كنكتبوها بهذا الشكل يعني ام ماجوسكول دوزيل او كيكونوا في الاعلى وكنكتبوهم بكتابة صغيرة. فول هي اختصار كلمة فولوم اللي كيعني الصوت، وايضا فولوم كيعني مجلد، فا ان فولوم كنختصروه في فول. ان بوان بي بوان هي اختصار كلمة نوتا بيني، فا نوتا بيني سو سون دي مو لاتان سينيفيون بروبرمون نوت، يعني نوتا كتعني نوت، و بيني كتعني بيان اللي هي نوتي بيان. نوتي بيان فكنختصروها في ان بوان بي بوان، هي اختصار كلمة نوتا بيني قلنا، وما كلمات لاتينية. بروف هي اختصار كلمة بروفيسور. بروفيسور كنختصرها وكنقولو بروف اللي كتعني أستاذ أو مدرس. مات هي اختصار كلمة ماتيماتيك، فلي ماتيماتيك هما الرياضيات، كنختصرها في كلمة مات. سامب هي اختصار كلمة سامبول اللي كتعني رمز. سامبول. لارج بوان هي اختصار كلمة لارجور. لارجور اللي كتعني العرض، لا لارجور هو العرض. و لونغ بوان هي اختصار كلمة لونغور اللي كتعني طول، فلا لارجور هي العرض و لا لونغور كتعني طول. ام بوان هي اختصار كلمة ماسكولان، فماسكولان كتعني مذكر. F بوان هي اختصار كلمة فيمينان. فيمينان اللي كتعني مؤنث، فكيف كنعرفو لو ماسكولان هو المذكر كنختصرو في الحرف M، والفيمينان هي مؤنث اللي كنختصروها في الحرف F، وكنضيف وحدهم البوان. سانغ بوان هي اختصار كلمة سانغوليي اللي كتعني مفرد، فسانغوليي كنختصروها في هذا المقطع الأول سانغ اللي كتعني مفرد. وبالنسبة للبلوريال فكنختصروها في هاد الحروف الأولى اللي هما PL، بلوريال اللي هو الجمع. V هي اختصار كلمة verb اللي كتعني فعل، و N هي اختصار كلمة نوم اللي كيعني اسم. بالنسبة ل N point M point هي اختصار كلمة نوم ماسكولان. نوم ماسكولان يعني اسم مذكر. بالنسبة ل N.F. هي اختصار كلمة نون فيمينان أو اسم مؤنث. أدف هي اختصار كلمة أدفيرب اللي كيعني ظرف. أدفيرب كنختصرها في الحروف الأولى اللي هما ADV. بالنسبة ل أدج هي اختصار كلمة أدجيكتيف أو صفة. أدجيكتيف هي صفة، كنختصرها في الحروف الأولى اللي هما أدج. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه، تعرفنا فيها على لي زابريفياسيون او الاختصارات. ف
فكيف كنلاحظوا الفرنسيين فاش كيكونوا كيتكلموا فكيستعملوا بزاف لي زابريفياسيون، يعني كيختصروا الكلام وكيتكلموا بسرعه. نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم وتعلمتوا بعض لي زابريفياسيون. نتمنى تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده، ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.